صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده وصباح جديد مفعم بالاهداف والطاقه والحيويه. صباح الخير ولا يسع صباحك ميس، يسع صباح كل مشاهدينا. حلقه جديده وكالعاده امل يتجدد. حلقتنا اليوم جدا متنوعه ومليانه بالاهداف مثل ما ذكرت ميس. خلينا نبدا باول العناوين. هل لديك هدف يدفعك لتحدي نفسك ومواجهة المصاعب والضغوط؟ ما هو؟ وهل اقتربت من تحقيقه؟ هذا هو موضوع استطلاع حلقتنا لليوم. يشاركنا بالحديث عنه رائد الأعمال سيف العزاوي. من أربيل، هل تستطيع زهراء إقناع زين باتباع حمية غذائية والالتزام بالرياضة؟ أم سيأخذها إلى عالم الأطعمة؟ اختصاصية الأمراض النسائية والتوليد الدكتورة ريم خليل تحدثنا عن الولادة المبكرة. من بغداد، بازار يضم مختلف الأعمال والمشغولات اليدوية بمشاركة مجموعة من الحرفيين والفنانين. في الخبر المنوع لحلقة اليوم، طبيبة أسترالية تتحدث بلغة جديدة بعد إجرائها عملية اللوزتين، والتفاصيل الخبر سنعرفها خلال حلقة اليوم. وهاشتاج حلقتنا لليوم، هل لديك هدف تسعى لتحقيقه؟ وما هو؟ وهل اقتربت منه؟ طبعا هو احنا عندنا اهداف، ومن الاهداف اللي ممكن انه تخلينا نستمر بالحياة هي أهدافنا اليومية بشكل مختصر، ولكن أكيد كل واحد عنده أهداف بعيدة. ميس، أهدافك لليوم شنو؟ اليوم؟ اليوم بالتحديد. اليوم الحلقة تكون مميزة وتخلص على خير. أمين. والمشاهدين يستفادون من كل النقاط بهذه الحلقة. أكيد مثل ما ذكرتي رولا، النقاط الأهداف بالأخص اللي تكون قريبة ومتوسطة وبعيدة، هذه الأهداف المهمة بحياتنا أن ننجزها، وشنو الشعور اللي يجينا بعد ما ننجزها. السؤال التفاعلي لحلقة اليوم ممكن تشاركونا به على صفحة الإنستغرام أو من خلال الكيو آر كود اللي راح يظهر على أسفل الشاشة. تصوروها بكاميرا التليفون ياخذكم لصفحة الإنستغرام على طول حتى تتفاعلون ويانا. منتظرين نشوف تعليقاتكم على صفحة الإنستغرام على مود نقرأها ونشاركها ونشارك إنجازاتكم وأهدافكم. طبعا نقطة البداية ميس تبدأ، أي إنجاز يبدأ بالحياة هي تبدأ بالرغبة، الرغبة بالوصول لهذا الإنجاز وتحدي ومواجهة الصعاب. البعض يستسلم بعد أول محاولة، والبعض الآخر يصر على تحقيق هدفه رغم المحاولات المتكررة. وباستطلاع حلقتنا لليوم سألنا، هل لديك هدف يدفعك لتحدي نفسك ومواجهة الصعاب والضغوط؟ وما هو؟ وهل اقتربت من تحقيقه؟ خلينا نتابع الاستطلاع التالي ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا، مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج صباح الشرقية. اليوم استطلاعنا راح نسأل الناس، هل لديك هدف اقتربت لتحقيقه؟ وما هي المصاعب التي واجهتك أثناء سيرك لتحقيق الهدف؟ وما هو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه؟ فحياكم الله وابقوا معنا. ماكو واحد ما عنده هدف بالحياة، يعني الحمد لله واحد قدر يحقق تقدر تقول نص الهدف، يعني بعد واحد بعده بمقتبل العمر، يعني بعد وراء هواي. شنو هدف؟ والله أنا هسه حلاق، يعني الحمد لله قدرت أطب شريك بمحل، بس ماكو واحد يطمح إنه يكون شيء له خاص. تواجهك صعوبات أنت بهالحالة تقدر تتخطاهن، أكو تقدر، أكو العالم تبقى لا يقول لك أنا مرابط على هالفشل. ممكن انه تطور هدفك بالمستقبل؟ طبعا ممكن تطور من محل، تطور الى مركز، هذا تجوز تفتح طب بغير مجال، موظف تحول، من تصير عندك موظفين، من تحول من مجال اكبر. وايد صعوبات، الاطفال، المجتمع اللي وراء 2003، هواي صعوبات واجهتنا. اي طبعا، يعني واحد لازم تواجه بحياته صعوبات. لا شلون أكيد، لا طبعاً، ويطوره ويدخل معاهد ويدخل لغات ويدرس ويتعب على روحه حتى يوصل. لا شلون، لازم هيك شيء.
أنا كنت في البداية أنه طالب سادس إعدادي هنا بالخارج بالعراق، فصارت الظروف ما سمحت لي الفرصة أنه أدخل كلية الطب، فسافرت لروسيا وطلعت ورحت غريب هناك تعرف أنت، فوصلت ما أعرف بس أنا وحدي 7 سنين خلصت، رجعت للعراق بعد ما دخلت هنا بالعراق، هم لاقيت صعوبات والحمد لله نجحت وهسه أنا طبيب، وصلت لحياتي وقاعد أخدم الناس يعني. لا طبعا هو ماكو شيء يوقف يعني بالأخص بالحياة يعني كل شيء، هسه احنا يوم خلصنا وصلت انت لهدفك بعد اكو اشياء ثانية. وصلت لهدفك بالحياة؟ ان شاء الله بس بعد يعني نسبة 70%. خلنا تواجهك صعوبات تحديات؟ اكيد. شنو صعوبات؟ كل شيء، الظرف اللي احنا عايشين به، الاجواء حاليا، الناس، الاحباط اللي عندها، يعني اكو احباط مو طبيعي بالموضوع وما حد يتمنى لك الخير، قليل جدا اللي تقدر مثلا يعني تشوفه يريد لك الخير وتقدر تصعد للقمه. يعني لا طبعا وين ما توصل اكو بعد اعلى. وصلت لهدفك بالحياه لو بعدك تعاني؟ طبعا اعاني. شنو يعني؟ الحياه صعبه. أي صعوبات تحديات؟ طبعا مثلا الشغل هذا تحدي يعني تستمر به. استمرارية؟ اي هذا أفضل شيء. المقولة تقول يعني تذكرت بها هسه، تقول انه الصعب انه تحافظ على الشيء اللي وصلت له، مو الصعب انه توصل له وانما تحافظ عليه. هذا الشيء اللي يواجهك انت؟ دا حافظ عليه الحمد لله. اي تواجه صعوبه؟ طبعا. عندك يعني هدف انه توصل فد مشروع معين وتطوره؟ هو اكو شيء ببالك يعني، اكو شيء ببال اي واحد، بس يعني اكو اشخاص ما يقدرون يوصلون واكو اشخاص يقدرون يوصلون. يعني شنو تنصح؟ يعني هو يستمرون بالحياه والصعوبات ماتي لازم يواجهوها. صعوبات وعواقل حياته هوايه. مثل ايش؟ مثلا سبب العمل ودوام، بس ان شاء الله الهدف اللي اريد اوصل له ان شاء الله اوصل عن قريب ان شاء الله. خالي ببالك انه راح تواجهك صعوبات، تواجهك معوقات؟ مو خالي ببالي هذا الشيء، مو قصد ان انت تخلي ببالك، بس هي راح اكيد راح تواجهك صعوبات اكيد. شو راح تعمل؟ كل واحد حسب الصعوبات اللي راح يواجهها. اي يعني كل واحد وعنده صعوبات، شيء عواق المفروض يجتازه. هدف ببالك وصلت حياتي؟ اي اي نعم. واجهتك صعوبات تحديات؟ اكيد طبعا. بالعراق العراقيين كنا مرنا بهي ظروف يعني صعبه، والله كل واحد ظروفه شكل، يعني ظروف صعبه يعني كل واحد ظروفه شكل، اكو واحد يمر بظروف سهله واكو واحد يمر بظروف صعبه. اي انا مرت ظروف وسط، تعاملت وياها فكر يعني عقلي يعني. اي اي نعم اكيد اكيد. كل انسان يعني لازم واحد عنده فد هدف يحققه، والهدف هذا لازم دائما يكون يعني يوصل اكثر واكثر. مثل ما سمعنا بالاستطلاع والشارع العراقي، الأغلبية أو كلهم تقريبا قالوا أن يواجهون صعوبات لحد ما يوصلون للهدف اللي يريدوه بحياتهم، وهذا شيء جدا طبيعي. ممكن نقول كلمة صعوبات أو ممكن نقول أنه مطبات. إذا كان الطريق الأهداف اللي نريد نوصل له طبيعي يكون في أمور إحنا ما نحبها وممكن نحس أنه باب تسكر، ولكن دائما نذكر أنفسنا أنه إذا باب تسكر بحياتنا أكيد أكو باب ثاني راح ينفتح.
مثل ما ذكرنا ميسكي قبل الجو، وبعض الأشخاص حبينا ذكروا بالاستطلاع قالوا نختار الأشخاص الصحيحين اللي دائما يكونون حوالينا وإحنا لنحقق أهدافنا أو نشاركهم أهدافنا. أحيانا بعض الأشخاص يحاولون أنه يدفعونا ويحاولون أنه يخلونا بمراتب أعلى ويخلونا أنه نوصل للشيء اللي يريده، والبعض الآخر لا شوية يبلش يسوي شغلات من الممكن أنه تأخرك. فنختار الناس الصح اللي تكون حوالينا وخلال إحنا خلال فترة تحقيق أهدافنا. بالفعل أحيانا بعض الأشخاص من الممكن أنه يسببوا لي صعوبات. أكيد البيئة والناس اللي حوالينا يأثرون بنجاح النجاح اللي بحياتنا كتأثير، ولكن مو التأثير الكامل، لأنه نقدر نقول الأهل الأصدقاء المقربين إذا وقفوا باب طريق نجاحنا وقفوا باب طريق الأهداف مالتنا، ممكن هذا ما يساعدنا في النجاح السهل أو الطريق السهل اللي هو من المواجهات أو الصعوبات اللي يواجهها الناس في تحقيق الأهداف بسبب مثل ما ذكرت رولا الناس اللي موجودة. بس خلينا نقرأ كذا تعليق اللي موجود على الإنستغرام رولا، لأنك التعليقات كلش حلوة. بعض الهاشتاغات ميس الناس اللي يجاوبون أنه إحنا نريد نكون دكاترة أو بعدنا في مرحلة الدراسة، فأهدافهم قريبة جدا، ولكن الأهداف البعيدة هي تحقيق الاستقلال المادي. أكثر الأشخاص اللي دا أشوفهم أنه يريدون يحققون الاستقلال المادي من خلال دراستهم أو شغلهم اللي دا يدرسوا. جذبني تعليق جدا حلو اللي هو أني ماكو إلي شي حلم، كلها أهداف وكلها حتتحقق. أتصور هو دي هاي البنية اللي قاعد حلو. تجذب طاقة النجاح لها قاعد تجذب جذب. بالفعل أنه أنا تقول ماكو في شي حلم، كلها حتتكون أهداف وكلها مكتوبة وكلها حتتحقق. إن شاء الله نتمنى لك كل النجاح والتوفيق بالأهداف مالتج. بما أنه ذكرتي رولا أنه معظم التعليقات كتبوا عن النجاح المادي، خلينا لعد نحكي بالموضوع أكثر ويا شخص هو ناجح بحياتنا. ضيفنا لليوم رائد الأعمال ومالك شركة التسويق الإلكتروني سيف العزاوي. صباح الخير. صباح النور. صباح النور، حياكم الله. سيف، بداية أريد أعرف يعني بما أنه أنت رائد أعمال وعندك شركة خاصة بيك وأكيد ناجح، وحتى توصل لهذا الهدف أكيد كان أكو غير أنه حلم كان بالنسبة لك، كان أكو يمكن مطبات مصاعب مريت بيها، فشون قدرت توصل وتحقق الهدف والحلم مالتك أنك تكون مالك شركة ورائد أعمال؟ بالبداية ماكو إنسان ما يمر بمصاعب، ماكو شخص أصلاً. أنت إذا حطيت هدف ببالك وأصلاً رأساً حققته ثاني يوم، ما راح تحس أصلاً بالمتعة اللي أنت راح توصل بيها بعد ما حققت هذا الهدف. وماكو إنسان ما يمر بهذه المصاعب. بالبداية لازم إحنا نتخيل، إذا أنت تريد تحقق هدف لازم نتخيل إحنا حياتنا شلون نريد تكون، شنو الشغل اللي أنا أريد أشتغله، قد أريد أسوي أنا بالشهر. هذه كلها أمور نحطها بهدف كبير، وهذا الهدف الكبير نبدي نجزأ إلى أهداف جدا صغيرة حتى نقدر نشتغل عليها. بعد ما جزأنا هذا الهدف الكبير إلى أهداف صغيرة وبدينا نشتغل عليها، كل ما حققنا هدف صغير كل ما راح نحس بمتعة أكثر، وكل ما راح ينطينا القوة على الاستمرارية. تذكر أنه الاستمرارية، بعض الأشخاص ما عندهم الدافع القوي أنه يستمرون في تحقيق أهدافهم. شنو هو على الاستمرارية؟ ليش؟ بس ثواني، لأنك نقطة جدا جدا مهمة لازم أذكرها. كثير من الأشخاص يكونون عشوائيين بالأهداف، يوم يريد يصير لاعب كرة قدم، ثاني يوم يريد يصير دكتور، ثالث يوم يريد يكون صانع محتوى. فدائما تكون العشوائية بالتنظيم. لازم نحط احنا هذا الهدف الكبير ونشتغل عليه. بس انت حتى توصل هذا الهدف الكبير انت لازم تعرف انت ليش اصلا تريد توصل هذا الهدف، ليش اصلا انت تريد تحققه. لان احنا انت لازم يكون عندك لماذا وكيف وماذا. اكو كتاب اسمه Start With Why، هذا الكتاب اعشقه، يعلمك انت شلون تعرف بالاساس انت ليش اصلا تريد تحقق هذا الهدف. ليش انت تريد تصير مليونير، او ليش انت تريد يكون عندك هذا المبلغ من المال شهريا، ليش تريد تنتهن هذه المهنة. بعدين الهاو اللي هي الماذا ممكن تتعلمها، ممكن تاخذ كورسات، ممكن تدخل جامعة. والوات اللي هو ال خلينا نقول الاند جول، شنو اللي انت تريد تسويه بعد ما وصلت لهذا الهدف. فاحنا كل ما صار عندنا خلل بالتوازن، انه احنا صار عندنا تشتت، نريد اهداف ثانية، نرجع ليش انا بديت. كل ما صار عندي احباط ارجع ليش انا بديت. طيب هذه النقطه كانت جدا مهمه اذكرها.
طيب سيف، بما انه احنا بدنا نحكي على النقاط الاساسيه والعوامل اللي من ممكن انه تخلينا نستمر بالنجاح، عاده الاشخاص من يجربون مره ومرتين وثلاثه ويفشلون بالمحاولات اكو يكون نوع من الاحباط ويحاولون انه يستسلمون. طيب انت ذكرت واحده من اهم العوامل اللي هي الاستمرار، هل اكو عوامل ثانيه تساعدنا انه احنا نرجع لهدفنا ونرجع يمكن احنا نسويه بطريقه احسن او بطريقه غير من ممكن انه تحقق لنا اياه؟ اكو عوامل ثانيه غير الاستمرار؟ اكيد لازم الفشل يكون صديقك انت. نعم. لازم الفشل يكون افضل صديق بالنسبه لك. ليش؟ يا ماكو انسان ما يفشل. صح. اذا انت ما راح تفشل وبس حطيت هدف وثاني يوم وصلت له ما راح تحس بالمتعه، راح يصير شيء جدا بورينج انه خلاص يلا يومي احط هدف يوم احققه، ما راح يكون هذا الشيء، وهذا الشيء اصلا مستحيل. لازم راح تواجهك صعاب. الفشل ما راح يكون صديقك، خلاص انت فشلت راح ترجع لنفس المكان اللي انت اوريدي فيه. فاحنا هسه اذا ما عندي مشكله انه اني افشل واكمل واستمر حتى احقق الهدف واتعلم من الفشل مالتي، ما راح يكون عندي اي خوف من الفشل، لان يعني الفشل راح يكون عباره عن مرحله حتى اوصل للستيب اللي اعلى من عنده. حلو سيف، انت قلت ارجع لنفس المكان، انت قلت مرحله، وفي نعم. بعض الناس اللي تقول لك اول مرحله فشل بيها، ثاني مو مشكله، البيبان تسكرت غيرها ممكن تفتح، يكون يجرب يكون انسان متفائل حتى يوصل لاهدافه، ولكن بعد فتره نعم. زمنيه طويله نقدر نقول نفترض سنه سنتين ثلاث سنين ما زال يجرب يوصل لهذا الحلم وهذا الهدف، ولكن بعده مستمر اذا تريد تقول كلمه فشل، ومدى يتعلم من الدرس الثمين اللي دا يجي من وراء الفشل، مثل ما دا تذكر انه الواحد ما يقدر يتعلم اذا ما فشل حتى يتعلم الاغلاط مالته. فشون الواحد يقدر يتعلم بالطريقه الصحيحه من الاغلاط اللي دا يسويها لحد ما يوصل للهدف اللي يريده؟ هذه النقطه اللي اريد اركز عليها شويه، وبنفس الوقت انه ما يفقد الامل حتى لو طولت السنين وبعد ما وصل للهدف اللي يريده. لازم اكتب بورقة أنا شنو اللي فشلت وأكتب العوامل وأقعد أصارح نفسي، لازم أتحمل المسؤولية. الأشخاص اللي ما يتعلمون بسرعة والأشخاص اللي دائما يفشلون ما يلقون أي نقطة للنجاح، هذول الأشخاص ما يتعلمون من الفشل مالتهم، دي يحاول يرجع بنفس الطريق. أنت كل ما رجعت بنفس الطريق اللي أنت أصلا فشلت به راح تلاقي نفس الصعوبات. حاول تغير من هذا الطريق، اكتب على ورقه، اقعد صارح نفسك، اقعد ويتكلم ويا نفسك، شوف الناس اللي انت محاوطهم اللي داير مدايرك اذا كانوا اهلك اصدقائك، لان هذه كلها عباره عن عوامل تدخل بالنجاح، تدخل بالطريق مالتنا. لان احنا اذا خل اقول اني ما تعلمت من الاخطاء اللي اني اذا تجيني واللي دا اوقع بيها راح اظل اعيدها واكررها، وراح اقول اني ها شوف بس اني دا افشل، ماكو اي نجاح دا اشوفه بحياتي، بس فشل عباره عن فشل. الفشل هو بس عباره عن مرحله انه انت تتعلم من عندها. اذا انت ما تعلمت من عندها فاكيد اكو خلل بطريقه التفكير وبطريقه خلينا نقول طرحك للمشكله. كل ما صارحت نفسك، كل ما تحملت المسؤوليه، كل ما عرفت شلون تتعلم من الاخطاء مالتك وراح تساعدك انه انت تكمل لك. طيب سيف، في حاله حمل المسؤوليه وتحقق الهدف ووصلنا للمبتغى اللي احنا نريده، بعض الاشخاص من يوصلون الهدف معين يقول لك خلاص اني هسه سويت اللي اريده وبعد ما كل شيء بالحياه ووقفت الحياه بالنسبه له وحيبقى عايش على هذا الهدف الوحيد اللي حققه. شلون احنا نقدر انه نخلق لنا اهداف جديده بعد ما تحمل من المسؤوليه وتعبنا واخذنا هاي الفتره الراحه اللي احنا مفروض احنا نستحقها بعد ما حققنا هدفنا وفرحنا بالهدف؟ بعدها شنو الخطوه اللي لازم ناخذها وشلون ناخذ خطوات او اهداف جديده نقدر احنا نقول ننجزها ونزيد ثقتنا بنفسنا؟ ما اتوقع اكو انسان بالكره الارضيه يقول خلص انا اكتفيت، مستحيل. ما شفت بحياتي اكو انسان راح يكتفي باللي هو وصل له. الانسان اللي راح يكتفي يعتبر انه هو خلص، يعني مات، خلينا نقول عفوا فكريا، انه خلص ماكو شيء راح يقدر يسوي، ما راح يستمتع باي شيء. لان حتى المرحله النجاح اللي انت وصلت لها اذا توقفت عن النمو انت راح تجيك مده راح يصير بها ركود، راح يصير كل شيء راح تسويه يكون ممل، انت خلاص ماكو شيء بعد تريد تحققه، فماكو شيء تسعى له. فدائما خلي نفسك انه انت يصير بينك وبين نفسك تشالنج، تحديات. ترى الهدف هو والنجاح هو عباره عن خلينا نقول مشوار. بس اكو قبل فتره قريت مقال ما اعرف اذا هو كان صحيح او لا، بس الغزال يكون اسرع من الاسد، ما اعرف صحه المعلومه،
لكن من ابعد الصنلها انه هذا الغزال من قاعد يركض وهو اسرع من الاسد، بس لانه هو يلتفت حتى يشوف الهدف وراء الاسد وراء له مو وراء، فبالتالي هذا يعزز للاسد انه هو يوصل للهدف مات اللي هو الغزال. يعني طبعا المثال دموي بس الفكره انه الاسد عينه على الهدف والغزال عينه على المصاعب، فانت كل ما صارت عينك على المصاعب كل ما تاخرت بطريقك، واذا وصلت وحققت هدفك صدقني اخذ الراحه اللي انت تريدها، سوي الشغلات اللي انت تريدها، بعدين اقعد ويا نفسك خطط للمرحله الجديده شنو انت تريد تسوي. اكو هواي امور تقدر تسويها اذا كان شارتي، يعني كان ممكن خلينا نقول انه انت تبدي شغلات من صح اي بزنس اي شيء هو يحبه من ناحيه شغفه، بس مثل ما قلت اول نقطه هي اهم نقطه انه يعرف شنو هو اللي يريده بحياته، الشغف مالته، الهدف، ليش دا يبدا بهذا المشوار. هي هذه النقاط المهمه اذا نتكلم عن الاساسيه، عفوا الاساسيه هي ليش يريد هو يحقق هذا الهدف. اي فبس نعرف لماذا نريد نحقق هذه الاهداف، الواحد يقدر يرجع مثل ما قلت يتذكر. سيف العزاوي اذا اريد نختم وياك اخر سؤال حخليها شوي شخصيه، بما انك انت فاتح شركه ورائد اعمال وهم اكيد يعني من كلامك ده تتبع شغفك، هل انت طولت لحد ما وصلت للنجاح اللي انت بيه وعانيت هوايه، او بسرعه وصلت للهدف اللي انت تريده على حسب النقاط اللي انت ذكرتها؟ اذا اختصرها بسرعه، انا انسان ولد بدون ابو، يعني الحمد لله وشكر امي ربتني احسن تربيه. من عمر 12 سنه قلت لها ماما سوي كرواسون، اخذ الكرواسون احط سبع خمس كرواسونات لا سبع كرواسونات بشيس وافتر على المحلات اللي موجوده بحي خضراء وابيعها. فما في شيء يجي بالسهل، قصه نجاح ما هاي. ما في شيء يجي بالسهل صحيح. بعمر 15 سنه فتحت اول محل لي بعد الاحتلال للاكسسوارز مال الموبايلات، وتسكر بسبب الظروف مال الحروب الطائفيه اللي صارت، ان شاء الله ما تنعاد. لحد ما هاجرت من العراق، جيت برومانيا درست، وبنفس الوقت اللي ادرس فيه كنت اكثر بمحافظات رومانيا اصور وابيع التصوير مالتي للتلفزيونات. بعدها بديت الشركه مالتي مال التسويق الالكتروني، والحمد لله رب العالمين وفقنا. هذا باختصار، بس ماكو انسان ما مر، ماكو عراقي، ماكو انسان عربي اكيد مر. اكيد سيف العزاوي الى اخره اكيد كمان. يعني هذا السيره الذاتيه بسم الله ما شاء الله عليك طويلة وصعب أن نختصرها، ولكن أتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وشكرا على النقاط المهمة اللي ذكرتها اليوم، وإن شاء الله كل المشاهدين استفادوا من عندها. شكرا لوجودك ويانا اليوم في صباح شرقية. شكرا لك. شكرا لك. طبعا مثل ما ذكر سيف، ماكو شيء يجي بالساهل، وأحيانا أنه إحنا لازم نحط الأهداف الأساسية اللي نريدها واللي نريد نوصل لها، ومثل ما ذكر ليش نريد نوصل لها، شنو السبب الرئيسي، شنو الدافع الرئيسي اللي يريدنا نحقق هذا الهدف. نحاوط نفسنا بالناس الصح، نحاوط نفسنا بالمسؤولية انه احنا لازم ننجز هذا الهدف، وحتى لو فشلنا بيوم من الايام نرجع نجرب من جديد وبطرق جديدة على مود نوصل للي نريده. احيانا الفشل هو يكون الدافع الاساسي على مود احنا نمر مرحلة جديدة ونعرف شنو الأشياء اللي أخطأنا بها، ورقة وقلم، شنو الأشياء اللي خطأنا بها، شنو الأشياء اللي لازم نتفاداها واللي لازم نحققها. رولا، هي هذه نقطة ليش ولماذا احنا بدينا بهذا المشوار، ممكن هو السلاح اللي يوصلك للنجاح، لأنه إذا مثل ما نشوف غلطة تصير بين الأهل والأطفال يجبروهم على مهن هم ما يريدوها، يقول لك لازم تصير دكتور، لازم تصير مهندس، حتى لو هذا الطفل ما يريد يدرس هذا الشيء، فلأنه هو أصلاً ما يريد يصير دكتور، حتى لو جرب أنه يوصل لهذا الهدف يعاني، لأنه لماذا هو دا يسوي هذا الشيء؟ أكو ناس ممكن تنجح لأنه يريد يفرح أهله، فبعد ما يخلص أنه ليش هو أصلاً وصل لهذا الهدف لفرحة أهله، وبعدين ممكن يغير مهنته. ليش إحنا دا نذكر هذه النقطة أنه ما تأخر الوقت للدراسة، وما في وقت للدراسة، فإذا في ناس مروا في هذه المرحلة في حياتهم ممكن بكل بساطة يرجعون يدرسون، يرجعون يدخلون بمهنة جديدة للأهداف اللي هي بالفعل الشغف مالتهم والهدف مالتهم، حتى يوصلون للنتيجة اللي هم يريدوها بحياتهم، وظل الواحد يجدد. مثل ما ذكرتي ميس، احنا ابدا مو كبار انه نغير مثلا مهنة او نغير طبيعة الدراسة. احيانا من الممكن انه نسوي اشياء
بمنظورنا في بداية عمرنا نقول أنه هاي الأشياء أو هاي الدراسة هي الأصح أو الأفضل لنا، بعد ما نكتشف نفسنا وبعد ما نحاول أنه نشوف شنو الشغل اللي يناسبنا نلقى أنه إحنا سوينا شيء غلط، اختارينا مثلا المجال الغلط، بعدنا إحنا بيها، بعدنا إحنا مفاشلين، نقدر إحنا نلقى صفحة جديدة ونقدر ندرس دراسة جديدة ونستخدم الشيء اللي إحنا سويناه على مود نستثمر بنفسنا، كلها خبرات وكلها من حياتنا. ومن هذا الموضوع المهم إلى نشرة الأخبار مع مهاري. يسعد صباحك. يسعد صباحك رولا وميس، وصباح مشاهدينا في كل مكان. مباشرة إلى نشرة أخبار الصباح. إذن أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار الصباح لهذا اليوم، حيث نشر البنك الدولي بيانا قال فيه إن أكثر من 90% من الطلاب في العراق لا يفهمون ما يقرؤون. وقال البنك الدولي في التقييم الذي أصدره تحت عنوان بيان صحفي، قال إن سنوات الصراع في العراق وأوجه القصور الهيكلية قادت إلى نظام تعليمي يعجز عن تقديم المهارات الأساسية إلى الطلاب. تكثف السلطات البيطرية العراقية إجراءاتها للحد من تفشي الحمى النسبية في البلاد في الآونة الأخيرة، مع تسجيل أكثر من 90 إصابة مؤكدة و18 حالة وفاة بين البشر منذ شهر مارس آذار الماضي بحسب بيان لوزارة الصحة. إلى ذلك شرعت الإدارة البيطرية في وزارة الزراعة في حملة لرش المبيدات وتعقيم الحيوانات للقضاء على تفشي المرض. شددت نقابة صيادلة البصرة على ضرورة وضع ضوابط واضحة وتوحيد أسعار الأدوية وإنهاء فوضى التسعيرات بين منطقة وأخرى. وقال مشاركون في مؤتمر مهني إن غياب الرقابة على الأسعار لم يسمح بتحولها إلى بورصة فحسب، بل سمح أيضا بغش كميات كبيرة. حذر خبراء الأمن الغذائي في مجلس الأمن من أن مخزونات القمح على مستوى العالم تكفي لمدة 10 أسابيع فقط، وهو ما يعني أن الأمن الغذائي العالمي بلغ مرحلة حرجة لم يشهدها منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008. أكدت منظمة الصحة العالمية أنه من الممكن السيطرة على تفشي جدري القرود ووقف انتقال العدوى بين البشر. وقالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة لدى منظمة الصحة ماريا فان كيرخوف أنهم يريدون وقف انتقال العدوى بين البشر، ويمكن القيام بذلك في الدول التي لم يتفش فيها. إذن ختام هذا الموجز أخبار الصباح لهذا اليوم، عودة من جديد إلى ميس ورولا. شكرا لك ماهر. شكرا على الأخبار المنوعة لحلقة اليوم، ودائما أنت منورنا بصباح الشرقية بالأخبار. بوجودكم. شكرا لك. شكرا لكم. نرجع للأهداف وموضوع حلقتنا اليوم، وحتى نوصل للأهداف اللي وياكو تعليقات على الإنستغرام جدا جميلة من ناحية الناس اللي تريد توصل لهدفها بمهن معينة، تريد تخلص امتحانات. وذكرني بمقولة للاختراع الضوء توماس أديسون. توماس أديسون يقول أنه أنا ما فشلت، بل عرفت 10,000 طريقة، وجدت 10,000 طريقة المصباح ما يشتغل بها. فهذه دائما الواحد يريد يحقق أهدافه، المقولة مال توماس أديسون فعلا تشجع، أنه جرب 10,000 مرة بس قال هذا ما يعتبر فشل، عرفت أنه هاي طريقة اللي ما تضبط بها. ميس، هي مو الطريقة اللي إحنا نوصل لها، وإنما النظرة. إحنا أكو بعض الأشخاص تختلف نظراتهم للأهداف، نظرتك أنت مو مثل نظرة الأشخاص اللي حواليك، مو مثل الأشخاص اللي يحبون أنه يشوفوش ناجحة، مو نفس نظرة الأشخاص اللي ما يحبون يشوفوش ناجحة. فمثل ما ذكرتي أكو 1000 طريقة أنه ما قدرنا إحنا نشغل بها هذا الضوء، ولكن طريقة 1001 اللي هي اللي نجحت. أحيانا بعض الأشخاص ما يقدرون يوصلون لهذه المرحلة، ما يقدرون أن يحققون هذا الهدف بسبب نفاذ الصبر، ولكن الاستمرار هو المفتاح. ومن هذا الموضوع راح نروح وياكم إلى أربيل ونشوف زهراء ومعاناتها ويا زين اللي يحب الأكل الدسم وما يقبل يعوفة ويبلش حياة صحية، بس زهراء قدرت تقنعه وتاخذها وياها للجيم. خلينا نشوف التقرير التالي ونرجع لكم.
يابا يا اهل الزهرة، ليش تأخير هذا كله؟ يعني ما تعودت علي، وبعدين اجاك الاكل المفروض ينسيك التأخير. انا اليوم ما اكل، ما متريق الصبح، واليوم كلش جوعان، فصراحة قد اذا راح تتأخرين بعد راح اكل. زين سؤال، شنو اكل وشنو حلويات؟ يعني انت تاكل اثنينات؟ انا قلت راح اطلب الاثنين حتى من تجين ناكل وراسا نتحلى ورا الاكل. سويت افتر ايت. يعني بصراحة هواية سعرات دا اشوف موجودة هنا، ما اعرف شلون واحد ممكن يحكي. او فيك من السعرات، شنو رايك بالمنظر اول شيء قولي لي؟ يعني المنظر دائما حلو؟ كل شيء ممنوع مرغوب، فالمنظر اكيد يكون كلش حلو، بس يعني حلويات. زين شنو اكثر شيء عجبك هسه بال هذا الطبق وهاي الاطباق الحلوه؟ احس البيتزا، لان البيتزا ممكن هي اكثر شيء هسه بسعرات خفيفه مقارنه بالشوكليت والكيك وهاي الامور. فانت من راح تبلش؟ انا راح ابلش من العصير لانه كلش احبه، لو شوي اشرب قبل لا تجي. من التاخير واضح. اوكي، دائما تعرفين احب الاكل الدسم والشعبي يكون. اوكي، راح تبلش بالبيتزا. انا راح ابلش بالبيتزا شويه. اوكي، انت ما راح تبلشين بالبيتزا؟ بس شوف الفرق بيني وبينك، انت راح تاكل البيتزا وانا راح اكل الطماطه موجوده فوق البيتزا. ليش يعني اوكي خليك يعني ناس يعني صحيين يعني سعرات مو؟ اي مو انت ما جايب لي اكل صحي اليوم، كل شيء كل شيء سعرات. شوفي الاصل بالبيتزا لازم تاكليه هيك، بس تاكليها هيك بهالطريقه هو لازم تاكلها بايدك. طيبه، اذا البيتزا ما مشبعه بالجبنه اي مو بيتزا. زين سؤال زين، بما انك تاكل هذا الاكل وانت تحب الاكل كلش، شلون تقدر تحرق هذا الاكل؟ يعني انت عادي مثلا تاكل وجبه دسمه و يعني مرات واحد يجي نعاس او يقول اوه اكلت اكل كلش دسم اليوم؟ مو شرط دائما نحرق الاكل، يعني هو ليش نحرق؟ احنا ليش ناكل غير حتى نسوي هذا؟ يعني انت حتخلص بيتزا وهسه حتاكل؟ طبعا انا جوعانه. انت مو جوعانه؟ زين اسالك سؤال، يلا. يعني احنا دائما أنا نطلع على هاي الأكلات صح؟ وكلها أكلات بها سعرات، وقبل هالمرة إحنا طلعنا على الريوق أكيد، وأنت قلت لي مو شرط واحد يحرق السعرات. زين شلون؟ إحنا لازم مرة واحدة نعوف هاي الأكلات ونروح نسوي رياضة. نعوف الأكل نروح نسوي رياضة؟ لازم مرة واحدة تسمع كلامي حتى إحنا خلص فعلاً أي شيء ناكله ممكن. زين أنا عندي فكرة، شنو رأيك ناكل بعدين نروح الرياضة؟ بس اذا حتاكل كل هاي الكميه حتى اذا رحت الرياضه ما راح تقدر تحرق. يعني هذا الاكل كله عوفه نروح الرياضه شلون؟ لا لا يلا 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 صدق خلاص، لازم هالمره نبدا حياه صحيه جديده. هذا الاكل كله عوفه زهراء. اي عوفه عوفه خلاص. اعطيني 5 دقائق خلي اكل. لا يلا يلا زين يلا يلا. شوف تاخرنا بما انه وقت صبح هسه الجسم يكون هيك يريد يحرق اكثر. يلا ليتس جو. مو ملابسين. Let's go. بدل ما نروح يلا. شوي تبغى يلا يلا. لا عف عف عف، ماكو شوكليت ماكو أي شيء. يلا يلا يلا. زهرة. يلا. كنت جاي أكل. ما عندنا وقت يعني لازم نحرقها. شنو هذا المكان؟ انزين اقنعتك وجبتك وخليتك تعوف الاكلات الدسمه ونجي نلعب رياضه. احنا قاعدين ناكل اكل دسم وحلو وطيب يعني مثل كل مره متعودين، احنا ما متعودين نجي نلعب رياضه. ها مو احنا بعد خلاص هذا الاكل اللي نضل نخزنه لازم نحرقه. زين شو راح نسوي هنا اليوم؟ اليوم اول شيء راح ناخذ طاقه ايجابيه كلش من هذا المكان. ليش؟ رياضه الصبح هيك تعطيك فد تحفيز واحنا اليوم تعبانين، يرادلنا شوي هيك دفعه معنويه و طاقة إيجابية شوي. بالضبط، فما دامك أنت ما مجرب وتحب الأكل أكثر من الرياضة، فاليوم نتالي المدربة حتكون ويانا. يا بيا أهلا نتالي، شلونك؟ شلون الحماس اليوم؟ جاهزين للتمرين؟ لا هنا ماكو حماس، هنا الحماس جاهز. كنا قاعدين بدنا ناكل أكل دسم يعني ما أعرف جابتنا لهنا. لازم تجي لهون. مو؟ خلص اليوم بدنا نحمس ونشجع على الرياضة. شو عندنا اليوم؟ نخلي نحبها أصلاً. شنو راح نسوي نتالي؟ رح نبلش بتمارين منزلية مشان تساعد الناس الموجودين أصلاً بالبيت، وحنبلش مع زين نعطيه تمارين على الآلة هني. حلو يلا. تمام يلا جاهز. أول شيء لازم نعمل ورم أب. تمام نحمي العضلات. أنت جاهزة؟ أكيد جاهزة. احنا جاهزين. ها يلا حتفرشيني يا زين. لا زين حتروح وياها وأنا نتلة حنسوي تمارين. يعني أنت جبتيني من أكل، أنت ما راح تسويني وتخليني أنا أسوي التمارين؟ لا احنا تمارين غير عن تمارينك. يا والله هي ما مقبولة. أقوى نحن. يلا 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 نبدي.
يلا ناتالي رح نبلش اول تمرين، بس شرحي لنا شنو رح يكون تمريننا اليوم. تمام، اول تمرين رح يكون للكتاف. تمام. أوكي. بدنا نتني شوي منطقه الكوع. أوكي. ونطلع اب هولد. تمام. تنزلي على البطيء. اوكي، 2 3 12 مره. تمام، 3 سيتس كافي للمبتدئين. سهل يعني، تقدرون حتى بالبيت تسووا، احنا هذا المهم من الدرج. سهل كثير وعم نعطي تمارين تساعد. وقف وقف، ما بدي اتمرن. رح نتمرن تمرين ثاني كمان لمنطقه الاكتاف. اوكي، بدنا نحافظ على هذا الشيب بالجسم. شوفي كيف حيكون شكل ايدينا. اوكي، بدنا نطلع اب وننزل بهذا الشكل. تمام، تقدرون حتى بمطار المي تسووا اذا ما عندكم بلاصات بالبيت. فينا نستخدم شغلات موجوده بالبيت. هيك. اوكي، اب go down 2 تمرين اللي بعده للرجل. اوكي، لانجز. بدك تحافظي على ظهرك جالس، بنخلي مسافه بين الرجلتين. عدل. اوكي، يعني نفتح رجل. مين. قدم رجل. برافو، وننزل. جود جوب. خلي ظهرك. أوكي. جالس، خلي ظهري عدل. وننزل. 3 هذا 10، 10 عدات لكل رجل. كم. اوكي، تمام. اللي ورا، اللي بعده سكوات. بنفتح رجلينا. اوكي، تقريبا على مستوى الكتاف. تمام. كمان ظهرنا جالس، ننزل للخلف. اوكي، 2 3 اهم شيء ظهرنا بهذا التمرين يكون انه كلش عدل. اكيد، ولو اكو ناس ما تتمرن. اوكي، التمرين اللي وراه هسه اختصرنا لكم تمرينين تقدرون تسووها 12 مره. رح اجيب بس دمبل. بيضحك، بدا يتمرن اصلا. اوكي، تعب زين. حنستخدم هسه الوزن. شوف شلون. تمام، بدنا نعمل للتمرين هذا للظهر. أوكي. بدنا نتني ظهرنا بس بحيث انه يكون جالس. تمام. تمام، بنسحب ثبت وننزل. يعني اوكي، بده يحمي، ما بده يلعب رياضه. ما اعتقد بده يلعب رياضه اصلا. يلا بين ما نتالي ترجع، انت علميني شنو تعلمتي هسه. خلصت انت على اساس لعبت رياضه؟ يلا يعني؟ انا اريد اسوي احمد. اوكي، يلا. زين، احنا ممكن شو نسوي؟ 1 2 لا مو هيجي 4 ما عم التمارين غلط. اوكي، ممكن ناخذ وزن. اوكي، اخذنا وزن. اعتبروا هذا وزن، تقدرون تستعملون اي شيء ونسوي ها. اوكي، هيجي نسوي 1. هذا ممكن يفيد الخواصر كلش. أوكي. زين، لو باقي بالمطعم وماكل كان احسن لك. بالعافيه على الاكل طبعا. ورولا دنباو على تقرير جعنا، وزهراء يعني الله يسامحك خليتي يقطع هذا الاكل الطيب على مود يروح يسوي رياضه. ولكن النقاط اللي ذكرتوها بالجيم جدا مهمه، ان الواحد يقوم ينشط جسمه الصبح حتى يحرق السعرات الحراريه اللي بجسمه، ويجهز معدته تحرق الدهون اذا قرر يروح يسوي الوليمه اللي سواها زين. ومثل ما زهراء سوت، زهراء حددت هدف زين، قالت له اليوم لازم تروح، انت تروح للجيم تسوي تمارين رياضيه على مود تخفف من وزنك وتخفف همينه وتزيد من من حرق السعرات الحراريه. حددت له هدف، وبما انه احنا اليوم بدنا نحدد اهدافنا، واهدافنا ان شاء الله كلها ناجحه. نرجع نذكركم سؤال حلقتنا التفاعلي، شنو هو الهدف اللي اللي تسعى لتحقيقه هو هل اقتربت منه؟ طبعا هواي تعليقات ميس، ومن التعليقات اكثر شيء اللي جذبتني انه هي تخص الدراسه. هواي طلاب شفتهم عندهم الطموح انه يكونون اشخاص ناجحين بحياتهم، بالاخص الاشخاص اللي يدرسون بالسادس، يريدون يصيرون دكاتره، يريدون يصيرون طيارين، يريدون يدخلون مجال اداره الاعمال. وهذا الشيء جدا مبهج انه الواحد يشوف ابناء بلده وابناء شعبه جدا طموحين. اي هذه الطموح والاهداف ان شاء الله كلها تتحقق وتنجحون، لانها جدا مهمه، والشهاده هي سلاح بالنهايه، ولازم كل انسان يكون عنده هذا السلاح بايده حتى لو ما يستخدم الشهاده اللي يشتغل بها. الدراسه والعلم نور نقدر نقول. الاهداف حتى نحددها مثل ما قال ضيفنا سيف العزاوي رائد الاعمال، قال انه نقسمها. اذا كان عندك هدف، نفترض انه تكون مليونير، ملياردير، مبلغ مادي معين تريده بحياتك، لا تتوقع انه تنام تقوم تلاقي الملايين تجي تدق على باب بيتك. هذه الفرص ما تجي من غير جهد ومن غير تعب ومن غير تفكير.
فيفضل انه الواحد يقسم الهدف النهائي مالته الى اقسام حتى يعرف الطريق، يرسمه رسم ويوصله بالطريقه الصحيحه رغم المطبات اللي ممكن تكون موجوده. هذه كانت فقراتنا من صباح الشرقيه من استوديوهات دبي، ولكن مستمرين وياكم بباقي فقرات صباح الشرقيه من استوديوهات اربيل ويا تاملا. تاملا صباح الخير. تاملا وياها ياسمين. صباح الخير عليك ميس، وصباح الخير رولا. ايوه ياسمين ايضا ويانا. صباح الخير عليكم من عدنا، واكيد احنا كل شيء استمتعنا بفقراتكم وبالكلام، ومثل ما ذكرتوا يعني فعلا الهدف موجود بكل شيء بحياتنا، مثلا الهدف بالعمل انه نحن نرتقي ونكون بوضعيه او بوزيشن افضل، او حتى بالحياه الاجتماعيه من خلال العلاقات الاجتماعيه. فالهدف هو لازم يكون حتى واحد يقدر يحقق ذاته، واكيد يزيد من ثقته بنفسه وكثره الاقوال والاحكام بهذا الموضوع. واكيد الانسان اللي عنده هدف راح يعرف متعه الحياه، وبالتالي ما راح يحس بقله من ذاته يعني. وهم اتفق وياك رولا من دا تحكي على موضوع الشخص اللي يسعى ورغبته مثلا أن يكون صاحب مال او جاه. الموضوع طبعا يعتمد على شغلات الحاجه، او مثلا خلينا نقول الرغبه والدافع، بس احنا مهم انه نوازن بكل مرحله او خلال المشوار انه ما تكون عندنا مثلا رغبه اكثر من الدافع، او نكون متحمسين بالبدايه اكثر، بعدها خلال المشوار احنا نمل وممكن نتخلى عن الهدف. تتفقون وياي بنات؟ بالفعل تاملا نتفق وياك، ونصبح همنا على ياسمين. ومن اهم الشغلات اللي ممكن انه الواحد يسويها على مود يحقق هدفه انه يجيب ورقه وقلم ويكتب الهدف اللي يريده بواقعنا اليوم، يعني اليوم انا حسوي هالشكل، هذا الشيء حيصير وياي، على مود يدخل نفسه بالاجواء ويعيش نفسه بالاجواء اللي ممكن انه انا احقق هدفي. إضافة إلى مثل ما ذكرتي إنه إحنا ما نرفع شوية سقف طموحاتنا زيادة عن اللزوم على مود إنه ما نصاب بالإحباط أو ما نصاب لا والله أنا أقول ارفع 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 ودي الطموحات خلاص ما يصير نقول ارفع ارفع طموحاتك. ليش الطموح ببلاش؟ كل واحد يبذل أفضل ما عنده. أكو بعض الأهداف أحياناً إنه إحنا لازم نحطها كمثل ما قال سيف، قال إنه لازم نقسم أهدافنا. بعض الأهداف أحياناً إنه نعرف إحنا قدراتنا، على مود ما نصاب بمرحله الركود او مرحله الاحباط. أيه، نحاول اي نحاول انه احنا نركز على قدراتنا، وبنفس الوقت نحط على هالاساس اهدافها. طبعا احنا خلصت فقراتنا لليوم، ومستمرين وياكم من استوديو اربيل. شكرا لكم بنات، شكرا جزيلا على هذه الفقرات الحلوه اللي نعم. قدمتوها لنا. واني برايي تدرين تاملا، طول ما الانسان عايش فهو اكيد عنده شغف لتحقيق الكثير من الامنيات. يعني كل يوم احنا، او خلينا نقول مو كل يوم، انه كل فتره تشوفين انه انت تريدين عندك امنيه صح. وانه تسعين الى تحقيقها. فعلا مثل ما ذكرت ياسمين والبنات. ونذكركم بالسؤال تفاعل حلقة اليوم اللي كان: هل لديك هدف تسعى لتحقيقه، وما هو، وهل اقتربت منه؟ خلنا نقرأ من بعض التعليقات الموجودة على الانستغرام. مروة تقول: اي نعم، انا دائما احلم واحقق اهدافي، لان سعادتي ما تتحقق الا بالنجاح اللي احققه من دون ما اتخلى عن مبادئي. حلو، انت شنو عندك تعليقات ياسمين؟ هنا نور تقول اقتربت منه، بس المشكلة كل ما تصير عندي ظروف ما أقدر أكمل هذا المشروع اللي هي مبلشة به. فعلا هذا مشكلة اللي ممكن نتعرض له هواية، أنه إحنا تكون عندنا رغبة واندفاع بالبداية، ولكن مع العقبات اللي نواجهها أثناء طريقنا بتحقيق هذا الهدف ممكن نتخلى عنه. وإحنا لازم بالعكس ننظر له بمنظور أنه هو شيء إيجابي، ونستمتع بحل كل هذه المصاعب حتى نوصل لأهدافنا. ومن الأهداف رح ننتقل إلى موضوع آخر اليوم، اللي هو الولادة المبكرة، ورح نحكي به أنه هو شنو، وشنو أسبابه، وشنو الفئة الأكثر عرضة لهذا الموضوع. رح تكون من خلال ضيفتنا اليوم موجودة دكتورة. صباح الخير عليك دكتورة. صباح الخير دكتورة. دكتورة ريم خليل، نورتينا أكيد. حياتي نور. بالبداية طبعا أحب أسألك على موضوع الولادة المبكرة، ولكن كثير من النساء اليوم دكتور ريم يتعرضون للانقباضات اللي خلينا نقول مسبقة للأوان بالأشهر المختلفة، خلال شهر الثامن أو السابع تكون ممكن هي طبيعية، ولكن ممكن تكون هي أعراض، أو هي مثل نقول سبب حتى تكون ولادة مبكرة. فاليوم احنا حابين نحكي ونسلط الضوء على موضوع الولادة المبكرة. أول شيء خلينا نعرف المشاهدين هي شنو الولادة المبكرة. الولادة المبكرة هي أي ولادة اللي تحدث قبل أسبوع 37 من الحمل. طبعا أكو فئات تكثر عندها الولادة المبكرة أكثر من بقية النساء.
مثلا إذا كانت المرأة عندها ولادة مبكرة سابقة أو المرأة اللي أجريت لها عملية جراحية لاستئصال العقد اللي فيها من الرحم، أو مثلا المرأة اللي حامل بالتوأم سواء كان ثنائي أو ثلاثي، عند النساء اللي عندهم مشاكل في عنق الرحم، يعني يكون عندنا عنق الرحم قياسه قصير، هذول الفئات تكثر عندهم الولادة المبكرة. مثلا النساء اللي كان عندها حالة اسقاط في الثلث الثاني من الحمل ايضا احنا نتوقع بالحمل اللي بعده احتمال تصير عندها ولادة مبكرة. طيب احنا نريد نعرف ليش تصير هذه الولادة المبكرة؟ هو إلى اسبابه، طبعا اغلب اسبابه مرات مثلا اضطرابات في الرحم او في وظائف المشيمه. مثلا المراه اللي عندها مشاكل التهابات بالجهاز التناسلي او بالمسالك البوليه. التدخين ايضا احد اسباب الولاده المبكره. الحمل بتوأم هذا احد اسبابه. مثلا النساء اللي عندها امراض مزمنه كارتفاع ضغط الدم او كداء السكر ايضا احد اسباب حدوث الولادة المبكرة. زين دكتورة ريم، احنا هسه ذكرنا عوامل مختلفة اللي ممكن تخلي النساء الحوامل يتعرضون لهذه الحالة، لكن خلينا نحكي على ابرز الاسباب اللي ممكن انت ذكرتي تكون ممكن وراثية او مكتسبة او ممكن الستريس، الهرمونات وغيرها من الامور. خلينا نحكي اكثر الفئات هي عرضة اللي تكون هاي الاسباب موجودة عندها سواء وراثية او مكتسبة انه هي تصير بها الولادة المبكرة. اللي عندها مثلا قبل الحمل التهابات داخلية مزمنة أو التهاب مجاري بولية مزمنة، هذولا يكونون عرضة أكثر للولادة المبكرة. فإحنا دائما ننصحها بأنه هي تعالج الالتهابات قبل الحمل، لأنه إحنا كنا نعرف أكو علاجات إحنا ما نقدر نستخدمها في فترة الحمل تكون مضرة للجنين، فإحنا نفضل بأنه نعالجها قبل ما نبدي مرحلة الحمل. اللي عندها مثلا أمراض مزمنة، ارتفاع ضغط الدم او داء السكر، دائما احنا ننصحهم بانه يكون عندنا سيطره على الاقل 3 اشهر قبل الحمل بانه يكون ضغط الدم ضمن الحد الطبيعي والسكر ايضا يكون ضمن الحد الطبيعي. اللي عندها مثلا استخدامها للمواد المضره كشرب الكحول او التدخين، هاي ايضا احنا نحاول ننصحها بانه هاي احد اسباب الولاده المبكره. اكو نساء اللي عندهم ضغوط حياتيه، طبعا اللي تكون في يعني حاله ستريس وشد عصبي، دوامها يكون كلش مرهق، هاي احنا همينا يعني احنا احد اسباب الولاده المبكره اللي هو الارهاق الجسدي، فاحنا ننصحها بانه نقلل ساعات العمل. اكو مثلا ظروف، هاي ظروف خارجيه، هي مو كل عند النساء تحدث، اللي مثلا ضغوط حياتيه مثلا تعرضها الى خبر وفاه شخص مقرب لها، هاي مرات تسبب الولاده المبكره. طيب اكو يعني مثلا ممكن هواي النساء حوامل هم عندهم امراض مزمنه، نعم، يتناولون بعض الادويه، نعم، هذه تاثر ايضا وتسوي ولاده مبكره؟ احنا ايش راح نسوي بهيك مرحله؟ راح نكون مسيطرين على الضغط او السكر قبل الحمل على الاقل بثلاث اشهر. من تكون المراه حامل راح نحول علاجات الضغط الى العلاجات المسموحه، يعني اللي ما لها تاثير على الحمل مالتنا، او علاجات السكر، وننصح بانه هاي المراه تكون لها متابعه جدا مشدده مع الطبيب الاختصاص خلال فتره الحمل على مود نتاكد من سلامتها وسلامه الجنين. دكتور ريم، طبعا تقريبا 10% من النساء يعانون من انقباضات اللي تكون مسبقه للاوان. نعم. خلي نحكي عن الانقباضات اللي تكون مبكره، يعني هي الولاده حتكون مبكره، ولكن شنو هي ابرز اعراضها اللي تميزها حتى النساء تعرف مثلا ممكن المده ذكرتي الاسبوع السبع بين 27 الى 28 الى 37، فهي ممكن وحده من النقاط اللي ممكن تخلي المراه الحامل تنتبه انه اني هاي المده او الفتره. نعم. مو شنو الاعراض الاخرى ممكن تكون مع هذه الولاده المبكره؟ نعم، آلام أسفل الظهر، هاي إحدى أعراض الولادة المبكرة. النقطة الثانية اللي هو آلام أسفل البطن، أحياناً حدوث نزف مهبلي، زيادة الإفرازات المهبلية العفو، الإسهال، شعور المرأة بوجود ضغط في منطقة الحوض أو في منطقة المهبل. هاي الأمور من تحس أكو هيك عندها أعراض إحنا نفضل بأنه تراجع الطبيب على مود نتأكد هاي بداية لي
ولادة مبكرة أو هي مجرد أعراض وتقلصات. لأن هي فعلاً أعراض تصير أثناء الحمل يعني نعم. طبيعية. بس مو هي مثلاً إحنا عندنا التقلصات للولادة هاي إلها صفات خاصة. أكو يسموها تقلصات خاطئة أو كاذبة، العفو مو خاطئة، كاذبة تحدث خلال الشهر السابع والثامن. هي تشبه تقلصات الولادة بس المدة الزمنية اللي تجي بيها تختلف، الفترة اللي تبقى بيها تختلف. يعني احنا عندنا تقلصات الولادة لازم بالعشر دقائق يعني ثلاث تقلصات، كل وحدة تستمر من 45 دقيقة إلى 45 ثانية إلى 60 ثانية. هاي هي التقلصات مال الولادة. بس إذا مثلا تجي عندي تقول أنا عندي تقلصات دكتورة، بس التقلصات كل ساعتين تجي مرة وتطول ثانية واحدة وتروح، هاي مو تقلصات مال ولادة. هاي مرات تصير تقلصات يعني كاذبة، احنا نخاف لهاي التقلصات تبدي تزداد عندنا الى ان تبدي تحفز عندنا الولادة. يعني المهم احنا بس نراقب نفسنا ونراقب كل هاي الاعراض. نعم. حتى تكون مو خطرة، ولكن احنا نكون في اكو فولو اب، اكو ماكو اهمال. بالضبط. يعني المرأة اللي عندها مثلا هي عندها اكو خطوره بانه تحدث عندها ولاده مبكره، احنا دائما ننصحها بانه تكون مستمره بالمتابعه، نتاكد نعالج الالتهابات الداخليه، التهابات المجاري البوليه، نقيس الضغط، نتاكد من السكر، نتابع الحمل بالسونار، نتاكد بانه احنا كل امورنا ماشيه يعني بصوره صحيحه. بعض الاحيان مثلا اللي عندها ولاده مبكره سابقه او اللي عندها اعراض ولاده مبكره تحتاج بانه احنا نعطيها علاجات خاصه على مود نكمل نمو الرئه، في حاله احنا تعرضنا بصوره مفاجئه الى ولاده مبكره احنا نكون نوعا ما شويه مرتبين الامور مالتنا. يعني تنصحين دكتوره انه المراه تاخذ هذه حبوب ابر الرئه اللي عندها ولاده مبكره سابقه، بس اكو يعني اللي عندها هسه اعراض ولاده مبكره اكو ياخذوها بدون ما تكون عندهم حاله ولاده طبعا مبكرة. احنا ننصح اي علاج ينأخذ بدون سبب ما يصير، يعني لازم يكون يعني تحسبا تقول خلي اخذ اني هذه الابر كل شيء يصير، خاف يصير عندي ولاده مبكره، على الاقل انه يجي الطفل الرئتين كامله عنده. هي واني اعرف انه الكثير انه من الدكاتره اكو هواية كلش شائع يجوني يدخلوا لي على صفحه العياده او يجون للعياده دكتوره احنا دخلنا بشهر السابع نريد الابره مال مكمله مال الرئه اخاف تصير عندنا ولاده مبكره. احنا راح نسوي مثل تقييم للحاله، اذا هي ما عندها اعراض مال ولاده مبكره او ما عندها امور تحفز لحدوث الولاده المبكره، يعني هي اذا تاخذها راح تاذيها لو عادي انه اخذتها اوكي، ما اخذتها همين اوكي، هي ما راح تاثر. بس احنا مثلا مرات العلاج اللي بدون سبب نبتعد عنه يكون افضل. دكتور ريم ذكرنا اسباب هوايه بس نعم. ما حكينا بدور الوراثه والطفرات الجينيه ممكن تكون لها دور بالولاده المبكره، يعني مثلا بالعائله مثلا الدور جدا كبير. هذا يحدث في حالة بأنه المرأة عندها مثلا اضطرابات بالرحم أو تشوهات خلقية بالرحم، مثلا أمها عندها، أختها عندها وصارت عندهم ولادة مبكرة، هي هم احتمال يصير عندها تشوهات بالرحم اللي تسبب عندنا ولادة مبكرة. طيب دكتورة أنا سامعة اللي الطفل اللي يجي بالثامن ما يعيش، بس اذا يجي بالسابع يعيش، اكو صح على هذا الكلام؟ لا ماكو هيك شيء، لانه هو الطفل اذا يبقى ساعه ازيد ببطن امه احسن له كوزن كاكتمال اعضاء ك يعني اكتمال رئه وكتنفس. لا هاي اعتقاد خاطئ. زين الاشهر اللي ذكرناها مثلا ممكن الطفل الخد او الاطفال الخدج مثلا يولدون بشهر السابع او الثامن، يعني كل فتره واريد نعم. اسمع منك شنو ممكن تكون خطورتها مضاعفاتها، يعني اكيد كل شهر يختلف او ممكن خطورتها نعم. اقل او اكثر، او تكون اكفد شيء يصير مميز بهذا الشهر في حال ولد مثلا عدم اكتمال الرئه او الى اخره، فشنو هي المضاعفات اللي ممكن تحدث بكل شهر؟ هي المضاعفات بصوره عامه راح تتركز على الجنين اللي هو انخفاض الوزن. احنا اذا يجي بالسابع طبعا راح يكون وزنه اقل مما اللي يجي بالثامن، لانه هاي الفتره هو باقي بيها شويه مكتسب عندنا وزن. كاكتمال اعضاء للثامن تكون الاعضاء مكتمله نوعا ما احسن مما اللي بشهر السابع. صعوبه بالتنفس. بالمستقبل مشاكل بالرؤيه.
بعض الأحيان مشكلة الشلل الدماغ يعني يصادف عندنا بالأطفال اللي يولدون ولادة مبكرة. الأمور اللي تحدث بالمستقبل مثلا صعوبة بالتعلم، نشوف عندهم هذول الأطفال اللي جايين يعني كولادة مبكرة عندهم فد مشاكل بالسلوكيات مالتهم، هاي أكثر الأمور اللي خطورة على الطفل. زين دكتور ريم، إحنا شو وقت ممكن الطفل الخديج أو الأطفال الخدج نسميهم مثلاً أو يعبرون مرحلة الأطفال الخدج ويكونون طفل عادي هم وبرا رحم الأم يعني بعد الولادة المبكرة؟ إيش قد من الوقت ممكن الطفل يكتمل نموه بعد الولادة المبكرة؟ هو مو هيجي إحنا نقيسه طبعاً. هو مو شرط كل طفل يجي بالسابع أو بالثامن يحتاج يدخل خدج. احنا مثلا اضطرينا حسب وضع الام او هي بدت عندها ولاده مبكره وصارت الولاده عندنا، طبعا طبيب الاطفال راح يكون موجود اثناء الولاده، راح يسوي فحص عام للطفل كامله نتاكد بانه الطفل كل اموره طبيعيه. يعني مثلا اذا كان ما عنده صعوبه بالتنفس، وظائف الجهاز التنفسي طبيعية، القلب عندنا طبيعي، اللون مال الطفل، البكاء، أكو فد نوع من الفحوصات يسويها يعني طبيب الأطفال يتأكد من أموره كلها طبيعية. إذا كان كل أموره طبيعية خلاص هذا الطفل ما يحتاج بأنه يدخل خدج، راح يتابع مع العائلة. بس مثلا الطفل اللي لا تحسين عنده ضيق بالتنفس، عند مثلا نبضات القلب مو طبيعية، عند وزن جدا قليل، تباعين لون الأطراف مالته يعني على زراق على بنفسج، يعني هذا قلة أكسجين عندنا، بهاي الحالة راح يحتاج بأنه يدخل خدج. دخوله للخدج ما حد يقدر يحدد الساعات والأيام، هذا العلم عند رب العالمين. إحنا راح يدخل ونتابع يوميا الحالة مالته، شفنا بأنه النفس استعدل، بدأ ياخذ السوائل الحليب أموره زينة، ما عندنا مشكلة، خلاص يسلم للأهل. طيب الدكتورة، اليوم المرأة الحامل شنو نصيحتك لها حتى ما تكون عندها ولادة مبكرة؟ طبعا النساء اللي عندهم مشاكل سابقه كولاده مبكره او عندها اعراض ولاده مبكره، احنا دائما ننصحها بانه تتابع مع الطبيب بصوره مستمره، على مود نتاكد من الفحوصات، نتاكد من سلامتها، سلامه الجنين. ننصحها باستخدام غذاء يعني نظام غذائي متكامل. الثلاث اشهر الاولى من الحمل نحتاج الفوليك اسيد، هذا جدا ضروري لاكتمال الجهاز العصبي للطفل. طبعا يكون غذائها متكامل من ناحيه البروتين، الحديد والكالسيوم. بعد الثلاثة اشهر الاولى نبدي بالفيتامينات الخاصه للحمل. الفيتامينات الخاصه للحمل على مود مثل تعوض عندنا النقص اللي يصير عندها خلال فتره الحمل. ننصحها بانه تبتعد عن المواد المضره، التدخين، الكحول، هاي همين عندنا جدا ضروريه. النساء اللي عندهم امراض مزمنه وهي صارت حامل، ننصحها بانه تكون سيطرتنا على الضغط على السكر جدا ضروريه خلال فتره الحمل. نبتعد عن الضغط النفسي، عن الشد العصبي، اللي عندهم نشاط جدا قوي، يعني نحاول ننصحها بانه نقلل ساعات العمل على مود نتجنب حدوث الولاده المبكره. طبعا مواضيع كلش مهمه بخصوص الولاده المبكره وتحتاج اكثر من حلقه نحكي بيها، بس سلطنا ضوء على امور جدا مهمه. وحلو انه احنا سلطنا ضوء انه هذا الموضوع مو خطر، ولكن لازم ننتبه على الاعراض وتكون اكو متابعه لكل مراحل الحمل. شكرا لك دكتور ريم خليل، الولاده النسائيه. شكرا، نورتينا. كانت معلومات جدا قيمه خصوصا للنساء الحوامل اللي يفكرون يحافظون على حملهم وحتى بالتالي تقوم هي بسلامه واكيد الطفل. فعلا ياسمين، وراح نكمل وياكم فقراتنا مشاهدينا. طبعا نذكركم بالسؤال التفاعلي اللي كان، اللي هو شنو الهدف اللي ببالك وحققته او لا. خلينا نقرا من بعض التعليقات الموجوده. عندنا مريم تقول اني ما احلم بشيء الا واريد احققه، ولكن سعادتي ايضا تتحقق مع مساعده غيري في تحقيق اهدافهم. حلو. عندنا هدى تقول احب الدراسه، صح متعبه، وصلت مرحله تعب بيها، بس اتقدم وان شاء الله اوصل للهدف اللي ببالي. طبعا كل التوفيق لك هدى ولكل الطلاب.
عندك تعليقات؟ التعليقات اكثرها على الدراسه بالفعل، وطبعا مو غلط انه الواحد يعني بنص الطريق ويفشل، اكيد لازم تكون هناك الكثير من المحاولات بعد هذه، يعني مثل ما يقولون انت من تقع ارجع قوم وكمل مشوارك يكون حافز حتى يكمل، لان احنا بالبدايه وبالنهايه هذا الشغف اللي احنا نريد نحقق به احلامنا ممكن نشوفه هو هذا الحياه، يعني الانسان بدون تحقيق احلامه ما يعتبر انسان. إذا نروح وياكم إلى أحد البازارات في بغداد، واللي يحتوي هذا البازار على الأعمال اليدوية والحرفية المختلفة، واللي من خلاله يبرزون الفنانين مواهبهم ويعرضون أعمالهم. فتعالوا سويا نشوف شنو هذه الأعمال وشلون إقبال الناس عليها، فخليكم ويانا. بديت بصناعة العجينة، بعدين شوي دربت عليها، بديت أسوي من عندها المجسمات، يعني هي هاي الأعمال من الألف إلى الياء هي كلها شغل يد، من العجينة لحد ما ألونها لحد ما جتني الأفكار وجسدت أفكارها على شكل لوحات وعلى شكل على مقات وعلى شكل البغداديات، فهي هاي كانت، ورسمت الخلفيات وصارت المجسمات مطابقة للخلفيات. من عنده أنه نرجع ننجمع بعد فترة طويلة من الانقطاع بين التواصل بين مجموعة من الحرفيين والفنانين والماركات العراقية، ونتواصل ويا الناس، لأنه إحنا في فترة الكورونا ابتعدنا كلش، ماكو معارض، ماكو بازارات، ماكو تجمعات قوية وحلوة. شوفي أنا شغلي أصلاً هو كلش متنوع، بين لوحات، بين أزياء، بين أكسسوارات، بين شغلات منزلية، أكسسوارات للبيت. فبشهر رمضان لازم كل سنة أنزل كم قطعة جديدة. فهالسنة اشتغلت، السنة اللي فاتت هم كنت مشتغلة النخلات، لكن هالسنة طورت وسويت كم قطعة أكثر زيادة. بصراحة أكو إقبال عليها، الناس تحبها، اقتنوها بشكل كلش كبير. بالإضافة أنه هالسنة اشتغلت الهلال، الهلال هالسنة سوى ضجة، بحيث أني خلصت الكمية كلها من أول من ثاني يوم بالمعرض. من قبل شهر هم أصلاً الناس يجهزون ويشترون ويوصون حتى يكونون مطمئنين أنه كل القطع محضرين، صح، خاصة القطع الهاند ميد، لأنه تدرين إحنا يعني أيادي مو مكينة، فش قد ما نشتغل راح نشتغل عدد معين، ما راح نقدر ننتج كميات تعب أكثر. صحيح صحيح صحيح. أغلب المنتوجات اللي دا تشوفوها حضراتكم هي مشغولة يدوياً، وإحنا طبعاً فريق مكون من مجموعة من النساء نشتغل بالإيد. القطع اللي دا تشوفوها هي قطع مميزة تجي بناءً أما على الطلب أو نستوحيها من خيالنا ونقدمها للزبون. هذا المعرض الفتح هو كل سنة 3 أيام يعني، فإحنا يعني بما أنه نحاس نشارك به، العالم تحب هاي الشغلات النحاسية. أقمشة أكثرها مستوردة وبعدين يدخل بيها الرسم والتطريز وإضافة الأحجار. حضرتك شغل يدوي؟ شغل يدوي، شغلي كله من بشتات إلى عبي، ستر ويلقات، الكروشيه أيضا، اللوحات البسيطة والجنات والسليبرات والاكسسوارز والرنرات.
مثل ما شاهدنا التقرير وشفنا الأعمال اليدوية المميزة، فعلا بازار جميل وشفنا سعادة الناس وإقبال الحلو عليها، وإحنا دائما ندعم هذه البازارات والمواهب الجميلة الموجودة عندنا. ولكن هسه راح ننتقل من هذا البازار إلى خبر منوع جدا مميز عن حالة طبية غريبة حيكون معايا ياسمين. أكيد اليوم خبرنا المنوع جدا غريب، راح أحكيكم عن طبيبة أسنان إنجي، هي أسترالية. طبعاً بعد إجراءها لعملية استئصال اللوزتين بثمانية أيام اكتشفت أنه هي تقدر تحكي باللغة الأيلندية، رغم أنه هي نهائياً ما زارتها ولا رايحت لها ولا إلها معرفة مسبقة بها. بينما كانت تغني داخل أرجاء منزلها بأستراليا لم تكن تعرف شنو هذا اللي تغني، وبعدين ظلت تتحدث بشكل مفاجئ باللغة الجديدة. وقالت كارل الطبيبة المشرفة عليها أن هذه حالة إنجي هي اضطراب نادر يعرف باسم متلازمة اللكنة الأجنبية، وقد تكون أيضا ناجمة عن اضطراب في الدماغ أو في المناعة. وأضافت أن يعني تحكي كلش تكون لغتها مشوهة إلى حد كبير، وتكون مزيج بين اللغة الأصلية واللغة الجديدة، موضحة أنه لم يصاب بهذه المتلازمة سوى 100 شخص عبر التاريخ منذ اكتشافه في عام 1907. وتقول جين أنه هي كلش تجد صعوبة في نطق الكلمات أحياناً حتى حياتها المهنية كطبيبة أسنان، وأيضا يجد الناس صعوبة في فهم ما أقوله، وأكثر ما يشعرني بالإحباط أنه يطلب مني تكرار ما أقول، وللأسف لا يوجد علاج معروف لهذا الاضطراب. جدا خبر غريب صراحة يا سمين، يعني هي مبين عليها إنسان طبيعي، ولكن إنجي هي من مثل ما يقولون صاحبة سوء حظ بهذا الموضوع، صارت من النسبة القليلة. خلينا نسمعها شلون راح تحكي. I just want to provide a quick, well, maybe quick update on what's been going on since today. I woke up reflecting on everything that's happened in the last year. Today is a special day because it's a year ago today I woke up normal with my Aussie accent. And tomorrow is my 1 year anniversary since I woke up speaking like someone completely different from a country I've never been in. يعني تعرفين شنو تهملنا؟ المشكلة إنه هي مستأصلة اللوزتين، يعني لو زارعة مثلا لوزتين كان قلنا مثلا هاي الواحد مثلا الأيلندي، بس هي شايلة اللوزتين. هاي صعبة مزرعة اللوزتين. يعني شايفة إنه أنت تسوين عملية وتكتشفين إنه أنت طبعاً لغة جديدة. طبعاً هي حالة جدا غريبة، ممكن تكون لمصلحتها، ولكن الموضوع واضح إنه هي لغتها ما مفهومة، ومثل ما ذكرتي أكو أسباب ممكن تكون طبية مرضية خلف هذا الموضوع، وراثية، أو ممكن يكون عندها مشكلة بالدماغ، وهي فكرة إنه استئصال لوزتين تقلل المناعة فبالتالي تكون إصابت بهالحالة. نذكركم مرة ثانية بالهاشتاج اللي كان ويانا سؤال تفاعلي من بداية الحلقة، واللي هو هل أنتم من لكم هدف اختاريته بحياتكم وشلون حققتوا؟ خلينا نقرأ من بعض التعليقات أخير شيء موجودة. أقترب منه يوم بعد يوم، وأكيد بالله كبير وأي راح أقدر أحققه، أكيد إن شاء الله تحقق هدفك. وأيضا أكو ناس يقولون أكثر الناس طبعا على الدراسة، وأكو أيضا زهراء تقول أنا طبيب راح أكون طبيبة أسنان قريبا، دا أسعى لتحقيق هذا الحلم. تعليقات كلها حلوة، أنت كلها حلوة. تعليقات نعم. مميزة، كلها تعليقات حلوة وإيجابية، وأكثرها أيضا تتعلق بالدراسة. هدى تقول أحب الدراسة صح متعبة، وصلت مرحلة تعب بيها، بس دا أتقدم وإن شاء الله أوصل للهدف اللي ببالي. يعني تعليق كل شيء اللي قريته، أتمنى أكون مليارديرة حتى أقدر أساعد الفقراء. ممتاز، حلو كلش حلو، إن شاء الله تتحقق أهدافكم. إذا كانت هذه فقراتنا لحلقة اليوم من صباح الشرقية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها، وأهم شيء إن شاء الله تكون لكم أهداف وتقدرون تحققوها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء سعيد، ونشوفكم باكر. مع السلامة، باي باي.
لطبيعة حبات الشمس التي تنضج بالشمس. لتشعر بنكهة عباد الشمس الفريدة. لخفة طعامكم. لحياة صحية وسعيدة لعائلتكم. بدون تردد اختار زيت عباد شمس التونسا. طعم التونسا.